لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض حالي وأمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله بآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي، علي محرم والليل يشهد لي بأن والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهو موبي قرحة، لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به
ويظمى الضيغم ويقدم الأموي من هوان الدنيا على الله ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاتها يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم عندها خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بذن ركابه فكأن لم الماوى عليه محرم يخرج بالعائلة الحسينية من المدينة وتتبعه ابنته العليلة فاطمة تنادي اخذوني يا ابويا ولا تخلوني بهالديار يا الله ينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار من شافت بيوتك عليها سافي غبار شاف البصر لا نوخ الوافد نجيبة الوافد شقل لولفة يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود ضمها بصدره والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنت القلب زيدتي لهيبة ردي المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبيني وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب خرت تحب ايده وراسه صعب الامراض تقل يا عم فراق ابويا يشيب الراس توسل لابويا حسين ياخذني يا عباس روحي ترى راحت يا سردال الحريبة متعجبة منكم يا فرسان الحمية كلكم شياهي نوشي يمكم هاشمية نشف يا عمي دمعتي
والتفت ليا وخاطب ابويا لا يخليني غريبة. اجي ابو فاضل الواسطة الان الى ابو علي يقول له يا اخويا قلبك وهالنوح فتني وبنتك تراهي هالعلي لا ذوبتني. قال لي شا سوي وكتبتها الله قيدتني وما اقدر اشوف دموع هبخدها جرية. يلا هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي يا اخويا من سبايا الغاضرية. ردي يا بنتي وردتك غصب علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيبة. المرجع لله ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد وعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء في دعاء أبي عبد الله الحسين في يوم عرفة أنه قال في دعائه يا مقيض الركب اليوسف في البلد القف ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا. صدق مولانا أبو عبد الله الحسين. دعاء عرفة من ضمن تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا الدعاء يقرأ عندما يقف الحجاج على صعيد عرفة من زوال الشمس إلى غروب الشمس، يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة. فإن هذا اليوم يوم عظيم ويتجرد الإنسان من كل وسائل الدنيا أو من كل ثياب الدنيا ويقف على صعيد عرفة بقطعتين بإزار ورداء منقطع إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى فقط وفقط. وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوجدوا لنا البرامج التي تساعدنا على العبادة وأوجدوا لنا الخطاب الذي نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. وسر عظمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هذا الخطاب خطابهم إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء. ولا يستطيع أي فرد أن يصوغ عبائر بهذه الكيفية ويخاطب بها الله سبحانه وتعالى إلا المعصوم فقط وفقط.
الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى لا يصوغه ولا يتكلم به ولا يتأدب بهذا الأدب إلا المعصوم فقط. وها أنت تجد هذا التراث العظيم الذي خلفه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى نعبد الله عز وجل حق عبادته، ولا نشرك بعبادة الله أحد، ولا نحيد عن الجادة لمخاطبة الرب. في بعض الكلمات يعني من صياغة الناس أو من صياغة عامة الناس يصوغونها، وهي إلحاد وشرك بالله وهم لا يعلمون بها. ولكن السر في هذا السبق الدعاء خاص لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. انظروا إلى عظمة هذا الدعاء، دعاء عرفة، وحري بالإنسان أن يقرأ هذا الدعاء يعني في الشهر مرة إذا حضر قلبه، إذا شاف نفسه مهموم مغموم يقرأ هذا الدعاء. هذا الدعاء أوجده الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بدايته: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع، جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع. شوف هذه الكلمات شلون يخاطب الله سبحانه وتعالى المعصوم. هذا أدعية، هذه يعني تراث أهل البيت عظمتهم وسر إمامتهم في هذه الكلمات. هم المكلفون أو هم المؤهلون لصياغة عبائر لمخاطبة الباري عز وجل. هذا الدعاء فيه النتيجة الحتمية للإنسان عندما يتدرج أبا عبد الله سبحانه وتعالى أنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجدنا من العدم إلى الوجود بواسطة هذه الوسائل حتى نصل إلى هذه الدنيا. كنا في عالم الذر ثم تحولنا إلى عالم الأصلاب، ثم في عالم الأرحام، ثم في عالم البطون، إلى أن جئنا إلى هذه الدنيا. وكل هذه كلها رعاية من الله سبحانه وتعالى، رعاية من الله إلى هذا المخلوق. ولذلك الإنسان عليه أن لا يتجبر ولا يستكبر ولا يتغطرس، يحمد الله سبحانه وتعالى بأنه أوجده من عملية. شوف هاي الآية، هذا عندما تقرأ هذه الآية شوية على قولتهم تتصاغر. هذا الكبر، هذا العلو، هذا الاستعلاء، هذا الغرور شوية يخفض منك. فلينظر الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما يعني يراوي كل جبار عنيد وكل واحد مغرور ومتغطرس يعطي هذه الآية بس: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. شوف هاي العبارة، هذه دافق بعد، مو ماء مصبوب. شايفين الماء المصبوب شلون؟ نجيب لكم مثال بسيط. شايفين الثلاجة ما فيها هذه المكعبات مال الثلج؟ إذا تبغى تحافظ على الثلج يعني يطلع لك القالب، يعني قالب يعني
مستقيم أو يعني مكعب مستوي. صب الماي بالعلى يعني الشمون قطرة قطرة حتى يتكامل هذا القالب، وتخليه في الثلاجة بالهدوء وياخذ له استقرار ساعة ساعة ساعتين ثلاث يجمد يطلع لك المكعب سليم. لكن جيب لك ماي خلي المكعب عندك وجيب لك جيك ماي ودفقه. أكو يقول القرآن دافق، شنو دافق يعني؟ يعني يسمون صب الماء بزعج شري مرة واحدة دافق. هذا القالب ما يستوي عدل، بس لكن الله سبحانه وتعالى بعظمته وبقدرته جيت أنت من دفقه الله يعني كلام الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق، بعد مو ماء مصبوب يعني بطريقة هادئة، دفق. ومع في هذيك العملية الله الأعلم شلون الله حافظ عليه، يعني حافظ على هذه النطفة أن لا يعني يصيدها اهتزاز أو ارتجاج، خلاك يعني تصير في قالب وأودعك في رحم وهناك حماية. هذا الدعاء الحسين يشرح لك كل هاي التفاصيل كلها. خل بس واحد يقرأ هذا الدعاء، موجود في مفاتيح الجنان، يقرأ يشوف هذا الإنسان بعدين يكبر، هذا يطلع شوي شوي الإنسان بعدين. وكلفتني الأمهات الرواحم وعطفت علي القلوب الحواضن، ثم أسقيتني من لبن. يعني هذا الدعاء الموجود فيه. بعدين يتكامل هذا الإنسان شيئا فشيئا 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 حتى يكبر ويطلع إلى هالدنيا هذه، وبعدين يبارز الله بالمعاصي ويستكبر ويستعجل. انت شنو انت شوف الله سبحانه وتعالى شلون اوجدك. هاي الانسان اللي يبغى يعرف، اللي يبغى يصير خوش ادمي، هذا الدعاء يقرأه جيدا بتمعن وبتدبر. فعلى كل حال هذا مو موضوعنا، موضوعنا ان شلون يكون نتيجة الانسان بعد ان تفرض عليه العقوبة القاسية ويذل في الدنيا، شلون يكون النتيجة إليه. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعطينا مثال في هذه الدنيا. نبي الله يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام شلون كان جميل الصورة، فطن وعنده حسن تدبير. أبوه يعقوب النبي أحبه من بين إخوته وجعل له المكانة. هناك الحسد من إخوة يوسف كل حين، وقالوا يوسف كل حين، وقال أبونا وين يوسف، وتحملوا بيوسف، وهالله الله في يوسف، وين راح يوسف، ويوسف أكل ويوسف نام، شنو هذا يوسف يعني. حسدا منهم قالوا احنا خلونا نفتك من هذا النبي، من هذا الإنسان، حتى يصفي لنا الجو، احنا إلى أبونا خليه يلتفت لنا. على كل حال القصة معروفة، قصة موجودة يعني قرأناها في القرآن، وجزى الله القائمين أيضا على إنتاج هذه القصة بإنتاج سينمائي، وضحوا يعني وعرفنا القصة جيدا بالمشهد السينمائي. شوفوا هذا كل هذا الشريط اللي مر عليه نبي الله يوسف عليه السلام: حسد، إذلال، محاولة قتل، بعدين صار في وحشة، وبعدين باعوه واشتروه، وبعدين استخدموه في القصر خادم، وجرى عليه الابتلاء والامتحان في القصر،
وسجن وبعدين شوف وين المآل إليه، أن يتربع على عرش مصر وتكون له الكلمة الأولى والأخيرة في الشؤون الاقتصادية وإدارة الدولة آنذاك. هذا نبي الله يوسف. خلونا نجي هذا كل هيل الشريط السينمائي هذا، شريط الزمن هذا، نعرض على أبي عبد الله، انطبق على أبي عبد الله الحسين، شوف النتيجة شلون تكون. أبو عبد الله الحسين للمقامات التي يتمتع بها في القرآن الكريم وقد أوضحناها البارح، ومقاماته في السنة المطهرة. شنو كان مآل أبو عبد الله الحسين؟ شنو كانت النتيجة؟ حسدا منه، حسدا من بني أمية لأبي عبد الله الحسين، وحسدا من بني أمية لبني هاشم بالذات في خصوصية أبي عبد الله الحسين، أرغموه بالبيعة، إذلال وتحقير وتوهين، تبايع يزيد أو تقتل. ثم بعد ذلك يخرج أبو عبد الله الحسين من أرض، من وطن جده، من المدينة المنورة إلى أرض مكة، وأيضا هناك يهدد بالقتل، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام، محاولة قتل أبي عبد الله الحسين وإذلال. فخرج الحسين من أرض مكة، إلى أين متوجه؟ متوجه إلى الكوفة. حسين خروجه وخروجه إلى أرض كربلاء في الأساس، لأن الكتب التي بعثها أهل الكوفة أن اقدم إلينا فقد اخضر الجنب وأينعت الثمار، فليس لنا إمام غيرك، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فكانت الوجهة التي قصدها الإمام الحسين هي الكوفة، لأن أرسل مسلم بن عقيل يستطلع الأخبار ويأخذ له البيعة من أهل الكوفة. فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة. على كل حال، فخرج الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام واستوقفه الحرة ومنعه من دخول الكوفة ومنعه من الرجوع إلى المدينة. هذا كل هذا أوامر بني أمية، أنزلوا الحسين على أرض، على أرض غير ماء وكلى. شنو يعني إذلال وتحقير للإمام الحسين؟ لا ماء ولا طعام. وأنزلوه في أرض كربلاء، في صحراء كربلاء، مع أطفاله ونسائه، وحوصر بأبي وأمي. نزل في اليوم الثاني من شهر محرم الحرم، واشتد الحصار على أبي عبد الله الحسين في يوم التاسع، وقتل أبي عبد الله الحسين شر قتله يعني لم يمثل بها في الإسلام، احتزاز الرأس من القفا، رض الجسد بالخيول، الهجوم على بنات الرسالة وترويعهم وتشهيرهم من بلد إلى بلد. شنو هذا يعطيك؟ شوف يعني، شوف النتيجة شلون تكون. وبعدين هناك يوسف جولي إخوته وأبوه وسجدوا إلى يوسف. الآن أبا عبد الله الحسين إذا كان نبي الله يوسف يتربع على عرش مصر ويملك كل مقدرات مصر، أبو عبد الله الحسين ما هي نتيجته الآن؟ يتربع على عرش الدنيا بأسرها، وأغنى أغنياء العالم هو أبو عبد الله الحسين.
اللي يملك كل هاي الصروح هذه وكل هالعقارات له تربة فيها الشفاء. شوف الله عوضه شلون، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه ذرية. أئمة حق لا ثمان ولا عشر، خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المقام. شوف الآن مقامه السامي، وهل يستطيع زائر أن يصل إلى أرض كربلاء ولا ينحني إلى أبي عبد الله الحسين ولا يقبل أعتاب أبي عبد الله الحسين احتراما لأبي عبد الله الحسين؟ احنا ما نقول السجود لأبي عبد الله الحسين، وإنما السجود للعظمة الطاعة لأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه ثأر لله. السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأر، فثأر لله وخلده الله سبحانه وتعالى. من يملك يعني الرصيد من الحب في الدنيا كلها غير أبو عبد الله الحسين؟ هذه المجاميع وهذه القلوب التي تهفو إلى أبي عبد الله الحسين. وبتشوفون بعد كم من يوم بتشوفون القنوات شلون الزحف المليوني إلى أبي عبد الله الحسين. ها هو أبو عبد الله الحسين يتربع على عرش الدنيا. كل أي دولة من الدول لا تستطيع أن تنصب لها علما في دولة أخرى إلا بمعاهدات وباجتماعات وبمندوبين. يلا بيلا ذيك الدولة تمثل لها سفارة أو مقر دبلوماسي في تلك الدولة، لكن أبو عبد الله شنو؟ من هل محرم؟ ها؟ من هل محرم تشوف أعلام أبي عبد الله الحسين في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان في الدنيا والعالم؟ ها هو أبو عبد الله الحسين. ولذلك هنا الدولة الأموية حاولت إذلال الحسين وقتل الحسين في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، ولكن كما قال أبو عبد الله الحسين: وخير لي أو وخير مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى. اختار له الله سبحانه وتعالى حرما وجعل الخصوصية للمدينة للنبي محمد، حرم لرسول الله، ومكة حرم لله، والكوفة حرم لأمير المؤمنين، وأرض كربلاء حرم لأبي عبد الله الحسين. وجاءت الأوامر من الدولة الأموية: اقتلوا الحسين في مكة ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام. ففوت الفرصة عليهم وخرج من أرض مكة بعد أن خطب تلك الخطبة. الناس تتوقع من أبي عبد الله الحسين وكلهم جايين حجون بحج أبي عبد الله الحسين، يبين لهم المناسك وعظمة الحج أو وخطبة أو حديث في الحج. فجاء إلى جبل الصفا وخطب تلك الخطبة وقال: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا
لا محيص عن يا أم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصالحين لن تشد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه وتنجز بها واده ألا ومن كان فينا باذلا موجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإنني مصبح إن شاء الله أويلي اتسنم المنبر واستهل بخطبة حسين تسنم المنبر واستهل بخطبة حسين والفرسان حاله سنم المنبر واستهل بخطبة حسين فرسان حالا فرع وتلتفت صوبين والحرم كلها مكتر بجانب عن الناس وبمهندة واقف على راسه العباس ناشر الراية على الأخو ومفرع الراس والله أسف هالراس كان انفضخ نصين وحسين يحكي تقول كان حسين سايل كلمة يريد لنصرتي من هالقبايل يسرع تراني بالضعن بالصبح شايل وعند الفجر باشيل بهلي والشياهين بهلي طلعت من المدينة بليل أظلم وجيت بحريمي والتجي بهالبيت العظم وأقول بجوار الحرم ما ينسفك دم لأن الأمر شايد علي يا مسلمين طافوا سعى بالبيت محمود المعاني بيوم الذي فيه انقتل مسلم وهاني الحرام حل وزلزل الركن اليماني والبسم خيطة والخلق كلهم محرمين ثم توجه إلى أهل بيته يأمرهم بالرحيل وأمر فتيان بني هاشم أن يجهزوا المحامل وأن يركبوا النساء في المحامل حتى ركبت جميع النساء وبقي محمل أتعلمون لمن هذا المحمل إلى فخر المخدرات زينب يوم الذي راعي الشيم أنوى يشد الراحلة طبلة عن زينب مبتسم عبا أسرع المرجلة قال لها يا ظنوت علي قومي نروح الكربلة قالت يا خو يا محملي يا هو الذي يتكفل قال لها عيناك بشري امرك نود نتمثل امرك نود نتمثل هذا عندما خرجت زينب وركبت في محملها وتهيأ الحسين للخروج من أرض مكة جاء محمد بن الحنفي
إلى أبي عبد الله الحسن أين تمضي يا أبا عبد الله والحجاج قد جاءوا ليحجوا بحجك قال لقد أجلنا حجنا إلى أرض كربلاء شلون حج في أرض كربلاء عندك مناسك هناك عندك حرام عندك تلبيات عندك أضاحي أويلي حجي ما هو بالحج حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجر نحر المنحور وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور حشري ونشري في طفوف الغاضرية أويلي أين ضحاياك يا أبا عبد الله عندي ضحايا ما أحد ضحى بمثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم هاي التعاينهم ضحايا الغاضرية فيها بهر واليوم حجي سبعة أشواق فيها المروة المعركة والصفا الفسطاء وانا الكعبة والحجار وانا المحتار وما مبيتي في منى بالغاضرية أين التلبيات يا أبا عبد الله وما مسير الحاج شيل الحرام للشام وما الدعاء والتلبية ضجت الأيتام فوق الهزل تنعى وراسي صير قدام ضيعتنا يا حسين برض الغاضرية وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير ورد كل غريب واحفظ كل مسافر وزائر اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنا